السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أجر العاملي. كما عودناكم البرنامج يتكلم عن نشاطات أقسام ومؤسسات العتبة العباسية المقدسة في موسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. طبعا موسمنا لهذا السنة موسم خاص وظروف وتحديات جائحة كورونا، لكن لكل تحد هناك حلول. ولقاءنا اليوم مهم جدا مع جامعة الكفيل ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نورس محمد الدهان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتورنا. إحنا صراحة الجامعة طبعا هي من جامعات العتبة العباسية المقدسة ومقرها في مدينة النجف الأشرف. يا ريت تنطينا فد إطلال على هاي الجامعة، يعني أولا كلياتها، وثانيا ما هي ميزتها؟ يعني الآن هي جامعة أهلية ومعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن قد المشاهد قبل أن نتطرق إلى نشاطكم في الأربعين خلينا نعرف هاي الجامعة شنو ميزاتها عن الجامعات أو الكليات الأهلية. حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، اللهم صل على أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل. جامعة الكفيل تضم 5 كليات: كلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة التقنية، وكلية القانون، وكلية التقنيات الطبية والصحية، بالإضافة إلى 3 أقسام علمية هي قسم السياحة الدينية، وقسم الشريعة، وقسم الإعلام. تضم عفواً، يعني هاي الأقسام ما مرتبطة بكلية كأنه يعني 5 كليات وثلاثة أقسام. أحسنتم، هذه الأقسام غير مرتبطة بكلية باعتبار هي كل كلية بها مجموعة أقسام أيضاً. أحسنتم. لكنه هاي الأقسام مرتبطة بالرئاسة، رئاسة الجامعة. أحسنتم، هي أقسام علمية بمسمى قسم علمي غير مرتبط بكلية. نعم. بما يعادل بتوصيف كلية حسب قوانين. حسب نظام التعليم العالي. أحسنتم. تماماً. سلام. عدد الطلبة لجامعة الكفيل لحد هذا اليوم 4220 طالب وطالبة. ما شاء الله. أحسنت. زين، احنا الآن هاي الجامعة يعني هي مو جدا فتية، ربما خرجت دورات على حد علمي يعني. نعم. لكن نريد نعرف أولا يعني هاي الجامعة ما هي ميزاتها؟ يعني اليوم أنا عندي كليات أهلية، عندي جامعات أهلية، يعني قد واحد يسأل شنو ميزة جامعة الكفيل عن باقي الجامعات أو الكليات الأهلية؟ الأهلية تحديدا. أحسنت. بل نعم. جامعة الكفيل أسست في عام 2005. نعم. ووهبت إلى العتبة العباسية المقدسة في عام 2013. نعم. منذ ذلك التاريخ وضعت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة خطة نوعية للارتقاء بهذه الجامعة وتطويرها، وإضافة بصمة نوعية وفق رؤية المؤسسة التي انتمت لها. طبعا هي ما كانت جامعة، كانت كلية جامعة. أحسنتم، كانت بمسمى كلية الدراسات الإنسانية، واستمرت فترة معينة بهذا الاسم، ومن ثم تحولت إلى كلية الكفيل الجامعة، وبعد استكمالها متطلبات التحويل من كلية إلى جامعة تحولت إلى جامعة الكفيل. إذن معناتها عندك صار توسع في الهيكلية وعندك توسع يعني أفقي وعمودي. أحسنتم. نتيجة الخطة النوعية التي وضعتها العتبة العباسية المقدسة لهذه الجامعة، فاستكملت متطلبات التحويل من كلية إلى جامعة، لذا تحولت في عام 2018 إلى جامعة الكفيل بواقع 5 كليات وثلاثة أقسام. أحسنتم. وهذا يعني هناك مثلا على سبيل المثال المستويات هاي الخطة النوعية ماذا يعني بماذا ارتقت للجامعة؟ نعم. عدا عن التوسع، عدا عن يعني إعادة الهيكلة، بماذا ارتقت يعني بماذا ارتقت عن غيرها من الجامعات أو نعم. الكليات الأهلية؟ نعم نعم. هذه الخطة التي بيناها بخدمتكم بها محاور كثيرة. المحور الأول محور البناء والإنشاءات. وضعت العتبة العباسية المقدسة خطة لإنشاء مجمع تعليمي نوعي بمواصفات علمية عالمية توافق ما موجود في الجامعات العالمية الرصينة، وبالفعل ابتدأ العمل بعد شراء قطعة أرض بمواصفات
حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حيث المساحة، أيضا من حيث مراعاة خصوصية مدينة النجف الأشرف، مراعاة الطابع المدني والبنية التحتية لمدينة النجف الأشرف. فابتدأ العمل بهذه الخطة، الخطة الإنشائية أو المحور الإنشائي من الخطة الاستراتيجية النوعية، وتم افتتاح المجمع التعليمي الجديد بتاريخ 14/4 في عام 2019. نعم. هذا في مجال الخطة الإنشائية، وأيضا مستمر العمل في مجال الخطة الإنشائية. إذا شاء الله سبحانه وتعالى سيتم افتتاح المبنى المخصص لكلية التقنيات الطبية والصحية إن شاء الله تعالى في منتصف شهر تشرين الثاني إن شاء الله. هذا في مجال الخطة الإنشائية. في مجال تطوير القابليات والإمكانات العلمية للكادر التدريسي، وضعت الجهة المالكة للجامعة خطة متكاملة لتطوير القابليات للكادر التدريسي من حيث الأداء، من حيث المهارات، من حيث تمكين الأساتذة الأفاضل باطلاعهم على حافات العلوم وأين وصلت إليه الأمور العلمية الدقيقة. فيما يتعلق بالطالب، راعت كل متطلبات البيئة الجامعية التعليمية بالإضافة إلى الجنبة النفسية والفكرية، إذ استحدثت، وهذه أيضا بصمة نوعية للجامعة، استحدثت قسم يرتبط برئاسة الجامعة بمسمى قسم الإرشاد. هذا القسم يعنى بتوجيه طلبتنا في جامعة الكفيل وحل المشاكل اللي واجهوها في الجامعة، المشاكل الفكرية النفسية، كل هذه المشاكل أكو كادر مدرب تدريب عالي. هذه التفاتة مهمة، لأنه الطالب يعني أحيانا يمر خاصة بالمرحلة الأولى، يعني يمر قد بصراعات مجال المادة إذا كانت الكلية صعبة. أحسنتم. بالإضافة إلى الجو النفسي، الانتقال من بيئة المدرسة إلى الجامعة، إلى بيئة الجامعة، أكو بعض المشاكل الخاصة بالتوجهات الفكرية اللي يعني يعاني من عندها المجتمع، الصراعات اللي تصير هسه وغيرها، هجمات التواصل الاجتماعي وغيره. فيعني هذا حقيقة التفاتة لطيفة من الجامعة أنه تساهم في أنه تهيئ الطالب، تبعد عن هاي الأجواء وتحل التشنجات الفكرية اللي تصير وتوجهها باتجاه الدراسة والإبداع العلمي. أحسنتم. في مجال الجانب العلمي، سعت الجامعة بتوجيه الجهة المالكة لها لتوفير بيئة علمية. هذه البيئة العلمية كل ما يتعلق بمتطلبات المختبر الجيد، كل ما يتعلق بالأجهزة النوعية اللي يستفاد منها الطالب واللي يستفاد منها الأستاذ لإنجاز أبحاثه العلمية. نعم. كل ما يتعلق بالتدريب المهني الأكاديمي اللي يساعد الطالب في المرحلة القادمة بعد التخرج، اللي يمكنه من ممارسة اختصاصه. على سبيل المثال في كلية طب الأسنان، طلبة كلية طب الأسنان يحتاجون إلى عيادات يمارسون بها تدريبهم المهني. صح. السريري. الجامعة وفرت مبنى متكامل بأحدث الأجهزة النوعية. نعم. والمتطلبات الخاصة والمستلزمات الخاصة بعلم طب الأسنان. الطالب راح ينهل علم على أيدي أمهر الأساتذة اللي يدربوه، وراح يمارس هذه القضية ممارسة عملية. هذه البيئة يعني أشبه بمستشفى جامعي صار عندك داخل صغير. عيادات. نعم نعم، عيادات، وهي من متطلبات كلية طب الأسنان. نعم. في الجامعات الحكومية أو الأهلية على حد سواء. هذه البيئة حقيقة من تتوفر هيك بيئة مثالية، كل متطلبات البيئة النوعية للجامعة راح تصبح الجامعة مسارها الصحيح لتوفير كل ما يحتاجه المجتمع. صحيح. مرة الجامعة تعلم طالب من أجل استحصال شهادة، مرة الجامعة أساتذة اللي موجودين بها يوجدون مشكلة لعلاج فد شأنية معينة يواجهها المجتمع عفوا، مرة الجامعة تقدم استشارة علمية تخصصية بمجال معين، مرة الجامعة تقدم تدريب علمي
لتطوير أبناء المؤسسات سواء كان في القطاع الحكومي والأهلي. من تتوفر هذه البيئة النوعية الجامعة راح تمارس دورها بشكل طبيعي. أحسنتم. إحنا خلينا نكمل هذا الموضوع حقيقة مهم جدا لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين نروح إلى فاصل ونرجع إن شاء الله نكمل اللقاء. التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. عدنا معكم أعزائي المشاهدين لنكمل هذا اللقاء المهم مع الأستاذ الدكتور نورس محمد الدهان رئيس جامعة الكفيل في العتبة العباسية المقدسة. أستاذ الدكتور نورس، بالنسبة هاي البيئة حقيقة اللي شرحتوها صراحة يعني ربما هي مطمع ومطمح أي طالب يعني يطلع من الإعدادية بمعدل ويريد يروح مثلا كلية يعني يخرج منها كعنصر مهم بالمجتمع. هاي النتيجة تحققت أولا، ثانيا هل الجامعة، طبعا مرات الإنسان يخطط قد ما ينجز ما خطط له، السؤال هنا هل وصلت الجامعة إلى نتائج ملموسة بحيث تستطيع القول أنها نجحت في ما خططت له؟ حسنت. هذا سؤال جدا مهم حقيقة. عندما تكتمل البيئة تحصد النتائج من هذه البيئة. أحسنت. البيئة وسيلة. أحسنتم تماما. بالفعل حققت الجامعة بعدما استوفت متطلبات توفير هذه البيئة المثالية سواء كان للطالب للأستاذ، على سبيل المثال في التصنيف الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمختبرات العلمية لجميع الكليات والجامعات الأهلية أو ما يسمى GLP، مختبر Good Laboratory Lab، مواصفات المختبر الجيد. حصدت الجامعة المرتبة الأولى ما شاء الله على مستوى العراق؟ على مستوى العراق في هذا التصنيف. على مستوى الجامعات الأهلية؟ على مستوى الجامعات والكليات الأهلية في العراق. طبعا هي يعني قسمت الجامعات إلى عدة فئات. الفئة الأولى حصلت على مرتبة الامتياز 6 جامعات، منها جامعة الكفيل. جامعة الكفيل باعتبارها في المنطقة الوسطى فحصلت المرتبة الأولى على المنطقة الوسطى من بغداد نزولا. نعم. وأكو جامعات في بغداد وأكو جامعات شمال بغداد. هذا في مجال تصنيف المختبر الجيد. في مجال التصنيفات أيضا قامت نقابة المهندسين العراقيين بإجراء تصنيف لكليات الهندسة في الجامعات والكليات الأهلية. حصدت كلية الهندسة التقنية لجامعة الكفيل المرتبة الثانية على العراق. لطيف. هذا في مجال التصنيفات المحلية. أما في مجال التصنيفات العالمية حققت الجامعة قفزة نوعية في مجال التصنيفات العالمية، إذ الجامعة يعني تقدمت في تصنيف وظهر اسمها في تصنيف الويبو ماتريكس وفي تصنيف راوند يونيفرسيتي رانكينج أو ما يسمى RUR، في تصنيف الجرين ماتريكس، وآخرها قبل تقريبا يعني عدة شهور حصدت الجامعة مركز متقدم في تصنيف التايمز هاير إدوكيشن إمباكت رانكينج. هذا التصنيف تصنيف بريطاني مهم جدا، دخلت 18 جامعة حكومية وأهلية في العراق. حصدت جامعة الكفيل على المركز السادس من الجامعات اللي دخلت بهذا التصنيف، الجامعات عفوا الحكومية والأهلية اللي دخلت بهذا التصنيف. جميل. احنا عندنا بالعراق يعني للمعلومات اكثر من 40 جامعة حكومية واكثر من 70 جامعة وكلية أهلية بالعراق.
فاللي دخلن بالتصنيف هن 18 من أصل جامعة حكومية 110. أحسنتم تماما، من أصل يعني هذا المجموع دخلت 18 جامعة حكومية وأهلية، تسلسل الكفيل كان عليهم السادسة وهاي مراتب إنجاز حقيقة مهم. أحسنتم هذا. لكن هنا فد نقطة إذا تأذن لي أبينها. لا عفوا تفضل. يعني المهم يعني هاي النقطة، الجامعة ما سعت على أنه بداية تظهر بالتصنيفات. ليش؟ سعت أولا توفير البيئة، لأن التصنيفات بها متطلبات مختلفة، مرة أنا أدخل بهذا التصنيف ومرة أدخل ذاك التصنيف، لكن أنا من تتوفر عندي بيئة نوعية تكاملية راح أنا أدخل معظم التصنيفات. ها هي الفكرة. نعم. يعني هي إحنا خلينا نقول التكامل أهم من أنك أنت تقفز. أحسنتم. هي مو الغاية أنه أنا أصعد بالتصنيف. صح. أبدا. يعني مو هي خطة الجهة المالكة للجامعة. التصنيف يجي أوتوماتيكيا يعني. أحسنتم. التصنيف يأتي مرحلة لاحقة إذا إحنا كملنا كل متطلبات الجامعة المتميزة، تصنيفات تأتي لاحقا. اعتبار لوازم التطور هو هذا اللي جيسي. أحسنتم تماما. لوازم. تمام. زين. أنتوا هسه هذا الأعمال وهاي الشهرة لهذه الجامعة والموقع، أنا حقيقة الحمد لله تشرفت بزيارة الجامعة موسم 40. أنتوا خدماتكم في مواسم 40. يعني هناك خدمات تقدم من قبل الجامعة، واليوم إحنا بدنا نشوف هاي الخدمات مع هاي هذا المستوى اللي هو حقيقة علمي، وربما أنتم غير معنيين بشكل مباشر بأن تقدموا الخدمات، لكن اللي أدري به أنه أنتم عندكم خدمات في موسم 40، ربما مستثمرين طاقات الجامعة العلمية ويعني الخدمية في هذا المجال، فياريت تخلينا بالصورة في هذا الموضوع. أحسنتم. إذا تأذن لي أبين يعني بدقيقة ماذا تقوم الجامعة قبل يعني زيارة الأربعين، قبل موسم من خدمات للمجتمع. أها. بناء على رؤية ورسالة الجهة المالكة للجامعة اللي هي العتبة العباسية المقدسة. اللي هي العتبة العباسية المقدسة، هنالك إسهامات واضحة لجامعة الكفيل في محافظة النجف الأشرف، أذكر منها لا على سبيل التعداد، سنوياً الجامعة تقوم بتوزيع الماء والمستلزمات لأبناء محافظة النجف من طلبة المرحلة السادسة، تقوم بتوزيع السلات الغذائية على أبناء محافظة النجف وأهلنا في محافظة النجف بشكل شهري بناء على توجيه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة. يعني شنو عندكم قوائم؟ عندكم قاعدة بيانات؟ عندنا قاعدة بيانات نستثمر مكاتب المرجعية الرشيدة في محافظة النجف الأشرف، ويصير أكو تواصل مع الأخوة المعنيين للإطلاع على واقع أهلنا وأبنائنا في محافظة النجف الأشرف. طيب. ويتم توزيع السلات الغذائية هنا. ليش الجامعة تريد هذا الموضوع تحديدا؟ من يشجع الطالب على فعل الخير ويأتي مع الأستاذ ويوزع هذه السلات الغذائية، تبني عنده سلوك إيجابي ومفيد في صناعة شخصيته. هذه واحدة من الالتفاتات الطيبة اللي الجهة المالكة تأكد عليها، أنه فعل الخير، مساعدة أبنائنا وأهلنا في محافظة النجف الأشرف بالتحديد. في يعني زيارة الأربعين والزيارات المليونية اللي خلينا الموضوع الزيارة خلينا بالمقطع الثالث، نروح الفاصل وإن شاء الله نرجع وياكم إذا تسمحون لنا. يعني عزيزي المشاهدين نذهب إلى فاصل لنكمل إنجازات وأعمال جامعة الكفيل في موسم الأربعينية المبارك. أيتها الزائرة المؤمنة، كيف تستحضرين السيدة زينب عليها السلام معك في زيارة الأربعين؟ وأنت تؤدين مراسم الزيارة بأدب عال، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في أدبها، وأنت تسيرين ولا تكذبين بالحديث، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في صدقها، وأنت تسيرين وتغضين بصرك، فأنت قد استحضرت السيدة زينب عليها السلام في أخلاقها،
وأنت تسيرين بملابس متواضعة وغير متبرجة، فأنت قد استحضرت السيدة زينب في زهدها. فبادري من الآن واستحضر السيدة زينب عليها السلام في شخصيتك، وكوني مثالاً وقدوة للمرأة الزينبية. عدنا أعزائي المشاهدين ولقائنا مع الأستاذ الدكتور نورس محمد الدهان رئيس جامعة الكفيل للحديث عن نشاط الجامعة في موسم الأربعين. جناب الدكتور، نشاطكم الآن شفناه بالقسم السابق، تكلمتوا عن نشاطات إنسانية حقيقة مهمة يعني، ولا يجب على الجامعة فعلها، مع ذلك أنتم تقومون بها جزء من بناء شخصية الطالب ومساعدة الناس، والجامعة في خدمة المجتمع كما أحسنتم. كما هو معروف يعني. ففي نشاطكم في موسم الأربعين بصورة عامة، موسم الأربعين السابقة، ويا ريت يعني نتكلم عن خصوصية هذا الموسم يعني. لكي تكتمل الأهداف الخاصة بالجامعة أفضل. نعم. في موسم الأربعين هنالك فعاليات متكاملة تقوم بها الجامعة. في الجامعة حقيقة عندها مكانين، مكان في مدينة الكوفة المقدسة مجاور. نعم. الصحابي الجليل ميثم التمار. نعم. عليه السلام. بهذا المكان هناك موكب متخصص يضم أماكن استراحة للزائرين. زين. تقدم فيها كل الاحتياجات الخاصة من طعام وشراب، وتوفير أماكن مناسبة للاستراحة. زين. بالإضافة إلى وجود مفرزة طبية يشرف على هذه المفرزة أساتذة الجامعة. لطيف. بتخصص الصيدلة وطلبتنا. احنا نعمل بهذه الروح، الأستاذ هذا هو لطيف يعني في مع جانب تربوي. نعم. أحسنتم، يعني كأنما عائلة أو أسرة. نعم. أسرة الجامعة بكل أبنائها من أساتذة من طلبة من منتسبين في هذا الموكب اللي هو خدمي، موكب خدمي تماما. نعم. يعملون بروح الفريق الواحد كلهم لتقديم الخدمة للزائرين الوافدين إلى العراق وإلى محافظة النجف وتحديدا إلى مدينة كربلاء المقدسة. بالإضافة إلى ذلك هناك تنسيق متكامل مع مركز التائهين لإيصال الزائرين التائهين إلى ذويهم. عندكم مركز خاص يعني تابع للجامعة في أيام موسم الأربعين؟ في ننسق إحنا ويا المركز الخاص اللي موجود ويا في مدينة الكوفة. في مدينة الكوفة عندنا عجلات خاصة بالجامعة، وعندنا يعني ارتباط ويا الأخوة في المركز الخاص في مدينة الكوفة، ويصير أكو تنسيق ما بين الجامعة وما بين مركز التائهين في مدينة الكوفة. وبالنتيجة راح تساهمون في إيصال التائهين إلى ذويهم من خلال سيارات الجامعة، وعندكم مكان يعني خلينا نقول مخصص أشبه بالكرفان أو تماماً موقع. تماما من خلال التنسيق والاتصال، ويعني القيام ببعض الإعلانات، بالإضافة إلى يعني توزيع نشرات تعريفية، وخصوصا هسه في هذا الموسم، موسم جائحة. موسم هاي الجائحة إيه شنو عندكم؟ إيه موسم جائحة كورونا، الجامعة قامت ب يعني عدة أعمال، منها توزيع إن شاء الله تعالى المعقمات والكمامات، بالإضافة إلى طبع نشرات توعوية للزائرين. لطيف. شرح بعض الأمور الطبية الخاصة بالزائرين من أجل التوعية والإرشاد، الإجابة على الاستفسارات الخاصة للزائرين. حقيقة في مجال جائحة كورونا الجامعة قامت بعدة فعاليات. جائحة كورونا يعني قصدي بقطع النظر عن موسم الأربعين. أحسنتم. يعني من صارت الجائحة خلينا نقول بشباط. من صارت الجائحة نهاية شباط تقريبا. أحسنتم. الجامعة شكلت فرق علمية بحثية لتقديم بعض الاستشارات الخاصة وحسب الحاجة. أبين بخدمتكم تم تنسيق بين كادر علمي من جامعة الكفيل وجامعة كربلاء ومطبعة الكفيل. نعم. لصناعة درع واقي. حلو. للقطاع الصحي. هذا الدرع تم الاطلاع على جميع المواصفات الفنية والهندسية لصناعة هذا الدرع الواقي، وتقديمه بعد تصنيعه في مطبعة الكفيل، وتقديمه بشكل مباشر إلى جميع العاملين في القطاع الصحي. اللافت للنظر سعره زهيد بأيدي عراقية. لطيف. وهذه ميزة من ميزات العتبة العباسية. نعم. تشجع العتبة العباسية الأيادي مشهود العراقية. لها في هذا الموقف. أحسنتم تماما. فقدمنا نموذج علمي حل مشكلة في ظرف صعب.
صح. بالإضافة إلى ذلك الكوادر الطبية الصحية اللي عندنا، كادر على سبيل المثال كادر كلية الصيدلة، صار أكو تنسيق مع جامعة البصرة ومع مديرية دائرة صحة النجف الأشرف، صار أكو حاجة للأوساط الزرعية لفيروس كورونا أو ما يسمى فيرال ترانسبورت ميديا، صار أكو قلة وشحة في محافظة النجف. بادرت جامعة الكفيل أرسلت وفد من عندها إلى محافظة البصرة للإطلاع على كيفية صناعة هذا الوسط وتقديم استشارات علمية إلى دائرة صحة النجف، وصار أكو فريق بحثي ما بين دائرة صحة النجف وكلية الصيدلة بالجامعة من أجل حل موضوع الوسط في البصرة. يعني أحسنتم. بلي، بين جامعة الكفيل وجامعة البصرة ودائرة صحة محافظة النجف. في مجال طب الأسنان قامت الجامعة بعمل عيادة استشارية لتقديم الاستشارات الخاصة بمجال طب الأسنان عن طريق مواقع التواصل، تقديم كافة الاستشارات الطبية والعلاجية، وخصت أرقام وعناوين للتواصل مع أبنائنا وأهلنا بالعراق بشكل عام وليس في محافظة النجف الأشرف. أيضا قامت الجامعة بالتركيز على توزيع سلات غذائية بعدما أصدرت المرجعية الرشيدة فتوى التكافل الاجتماعي. أحسنتم. فتوى التكافل الاجتماعي، إذ نظمت حملات مستمرة خلال هذه الفترة، شاركت ما زالت مستمرة لحد هذا اليوم، شاركت بها الجامعة بكل أبنائها من تدريسيين من طلبة من منتسبين يقدمون السلات الغذائية على أهلنا في محافظة النجف الأشرف. حقيقة هاي خدمات مباركة مهمة فعلا، يعني تقوم بها الجامعة في خدمة المجتمع. احنا عندنا تقريبا دقيقة ونص، اذا عندكم فد ختام يخص الجامعة وعلاقتها بالمجتمع ونشاطكم في موسم 40 حسب ما ترون مناسبا. نعم، بعدما توسعت الجامعة وصار عندها مكانيا موقع مثل ما بينا بخدمتكم في مدينة الكوفة المقدسة، والموقع الثاني في حي النداء عند مدخل محافظة النجف الأشرف عند العمود 23، فقامت الجامعة بتحديد مكان لإقامة موكب. بهذا الموكب أيضا تقدم كافة الخدمات الخاصة للزائرين، مفرزة طبية موجودة تقدم الاستشارات الطبية للزائرين، تقديم الماء والطعام، وأيضا صار أكو تنسيق مع مركز التائهين على طريق النجف كربلاء وتوفير بعض خطوط التواصل وتوفير بعض العجلات لإيصال الزائرين إلى ذويهم. الأستاذ الدكتور نورس محمد الدهان، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة. نتمنى أن يكون السادة المشاهدين يعني استفادوا منها كثيرا، وأنا فعلا استفاديت منها كثيرا. يعني أعزائي المشاهدين، في نهاية اللقاء نشكر جناب الدكتور ونشكركم على حسن المتابعة، ملتقانا وإياكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.